التقدير لسفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المغربية الشقيقة على رعايتها وإشرافها ومتابعتها لهذا الحدث الإنساني والخيري والمتمثل بتقديم متمثل بمبادرة الشركة السعودية للصناعات الوطنية سابق من خلال تقديم سلال غذائية ومستلزمات طبية ضد كوفيد-19 والذي سيستفيد منه قرابة 1000 شخص بإذن الله. كما أود أن أشكر شركة سابق على دعمها المتواصل في القيام بهذه الأعمال الخيرية والتي دوما لا تألو جهدا في تقديم يد العون في مثل هذا الظروف، وأن هذا الجهد يعكس بلا شك العلاقة الوطيدة التي تربط بين المملكتين الشقيقتين في عدة جوانب، ومنها الجانب الإنساني والاجتماعي. وأخيراً أتمنى السلامة للجميع وكل عام وانتم بخير. نحن اليوم بمبادرة من السفارة السعودية وشركة سابق مع بالتعاون مع السالك دبلوماتيك عم نقدم 1000 كفة لعيد الأضحى المبارك، وبمناسبة كمان عم نقدمهم للجمعيات خيرية مغربية. نحن موجودين اليوم بمستشفى الأطفال. نحن كسائق دبلوماتيك ما وقفنا مساعدات للشعب المغربي خلال الخمس أشهر منذ ابتداء الفيروس كوفيد-19، وإن شاء الله رح نكمل إن شاء الله. أكيد أنا بحب كمان من هذا المنبر ادعي كل المواطنين للتقيد بالالتزامات اللي بتقولها الحكومة بوضع الماسك، لنقدر كمان نحد من هذا الفيروس ويقدروا كل الأولاد يرجعوا على المدارس. وبهالمناسبة كمان بحب عيد صاحب الجلالة باسم السائق دبلوماتيك باعتلاء العرش، كل عام وانتم بألف خير، وكل عام وصاحب الجلالة كمان بألف خير. شكرا. اليوم شهادة لأن عدد كبير المبادرات تاخذوا عدد كبير ديال الامور اللي دارت في دار الطفل، وعدد كبير ديال الاحتفاليات برمضان وبالعدد ديال الامور اللي ديما تخلي واحد البصمه. ولكن اليوم تنشوفوا على ان السيده عقيله معالي السفير المملكه العربيه السعوديه برباط جات صرفات على توزيع واحد الهديه مكونه من مواد غذائيه ومكونه من مواد تعقيميه 100% بشركة سابق هي اللي مولها. ولكن هذا الإطار ديال التآجر والتآخي والتضامن المتواجد ما بين دائما الحمد لله وهذا منذ التاريخ من المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، وتنتمناو على أن دوك الكلمات اللي تنبقاو نسمعوا الرنانة تنتعاونوا تنضمنوا اليوم تنشوفوها قولا وفعلا الحمد لله. والناس الحمد لله استفدوا، الامهات العدد الكبير ديال الامهات اللي الاطفال ديالهم تيعانيوا من وطأة المرض وتيجيو تيتوافدوا دائما على الجمعيه، اليوم استفدوا من هاد الهديه هادي ومن هاد الهبه. وتنتمنوا على سيدي ربي يحيد علينا هاد الوباء، وتنتمنوا على سيدي ربي تكون هاد الوباء درس، لان شفنا فيه واحد العدد واحد الحركيه كبيره جدا ديال التضامن والمساعدة، وشفنا حتى بعض الجمعيات الشابة تحركت في هذه الأمور. وتتمنى على سيدي ربي تكون دوم هذه الروح الإنسانية. وتبارك الله عليكم.